الفيديو الماضي عملنا مسابقة وسألناكم سؤال، شو أكثر بطاقة بكلاش رويال بتحبها وليش؟ وهاي كانت إجاباتكم. من هيثم خضر: رويال جاينت، لأنه الوين كونديشن الذي يمرض ولا يموت. الله عليكم الريبلز. أجي أون فاير كثير متسامح مع حاله: أكثر بطاقة بحبها الفارسة لأنها مزة. أم أتش أس أو بي الماسكتير، بتحسها زي مستر لورد إكس، كل إشي بتسوي ضد التانكات شغال، ضد الجو شغال، ضد المباني شغال، ولا عمره شفت تشكيلة فيها ماسكتير. حكيت عنها بطاقة على الفاضي وسعر طري 4 كسير، تمكيسها جدا سهل لأنها رير ومداها بيرفكت، وكمان شكل وتصميم روعة. جواب كافي ووافي. ختام كيوتي البرابرة، لأنهم بينزلوا 5 مع بعض فبيعملوا ضغط خارق. بشو مقصرين معك الرويال ريكروتس؟ المينيون هورد 5، جوبلين جانج، مستر مي، جاينت سكيليتون. ليش؟ لأنه لما يموت ما بيموت لحاله. ديب مشرق السلامي: أكثر بطاقة بحبها الفينيكس. السبب بعيدة عن كلاش رويال لأنها بطاقة مستوحاة من أسطورة الطائر العنقاء الخالد، الله عليك، واللي يعتبر أقوى المخلوقات، فلما أشوفه بمخيلتي تتذكر المنظر الطائر المهيب. أما السبب الكلاشي باختصار: ضعف أكثر من الصواريخ اللي ضيعها لورد إكس بمسيرته. فكرة البطاقة قوية بحد ذاتها بعيدة عن إحصائيات البطاقة. برينجلز: الصراحة السباركي، أنا ما بلعب اللعبة بس لاحظت أغلبية التشكيلات القوية ما بيستعملوا، لكن مع ذلك لاحظت أنه لما الخصم ينزل بطاقة ضدك بتحس بهيبتها وبتاكل هم كيف تتخلص من السباركي. توقع السباركي بنت مش شاب، لأن هي آلة والآلة مؤنث. الإجابة اللي استحقت المج، في كمان معاه إشي ثاني راح أفرجيكم صورته هسا، اللي هو من محمد. الإعصار: بطاقة فريدة من نوعها، ميزاتها كثيرة، تقدر تفعل فيها برج الملك في أغلبية البطاقات فبتعمل أفضلية ساحقة على الخصم. ما راح أقرأ كل إشي بس، لكن آخر سطرين: بطاقة بدها احتراف نوعا ما بس ممتعة جدا باللعب. مبارك عليك الكأس مع الريبلز. خلينا هسا نبدأ بتشكيلاتكم البيض. أول تشكيلة راح نلعب فيها راح تكون من 94.fi. تشكيلة للأمانة جدا جميلة، أنا حبيتها. ليش؟ في عندك دي بي اس، في عندك سبلاش اللي هو الميجانايت، في عندك جوي، في عندك دبل سبل اللي هم الهيفي سبل البويزون، في عندك الدلوج اللي هو هذا النسنس هيك فيه. بس في مع سكيلتون هو حلو، ولا يلمين بكا ولا يلحظ. اوكي هلا بلعب 2.6. اتوقع هسا سنجل اكسي شو لازم انا اعمل هنا؟ لازم اظني ادافع هسا. هاي صراحة ما بدي ياخذ دمج. ماشي هسا صح، انا مدافع كثير كثير، اخذ ضربه هو اجباريه هون الهوغ رايدر، ولكن ضرب الفاير بول. هسا شو في معه؟ في معاه ايس جولم، راح يلعبوا في معاه نايت. اوكي ايفوليوشن نايت، يا 2.6 بطل يلعبوا هسا بالايس جولم، بطل يعجبهم ايس جولم، صار يلعب بالايفوليوشن نايت. فصراحه يا مؤذي الايفوليوشن نايت. وهسا هو رجع لمين؟ الهوغ رايدر ثاني. في معاه دلوق كيف راح يلعبها؟ ليش؟ لانه هسا اول مره انا بلعب سكوت الارمي، بالتالي ما راح يضل عليه هذا اللوب صح؟ لانه هو اصلا ما بفهم انا في ماسك من ارمي. فهمتوا صح؟ هسه هون لا احاول هون بس دلوج. ماشي ما في داعي كثر لي، كنت لعبان هون رام رايدر واطلع الكانون من ايده، ولكن شوفوا علي بامكاني ادافع عن الهوج رايدر بالرام رايدر. هلا احنا بالله هذا يمين ماشي، يعني متابع يضل يصيد فيه فير بولات، وممكن نلعب للأس الايس جولم بفيدو بالكايت بالسحب، بس النايت راح يهجم ما راح يسحب. هيك الدلوج شو راح تفيدو؟ والله كثير فادته. اوكي هسه هون ده بيصير بلش صح، راح نشوف كيف هذا اخو النايمه ما مو دلوج، يعني انا لعبه من قبل بس اتوقع راح ياخذ ضربه. والله ما اخذ نايس. اوكي هسا شو راح اعمل انا هون؟ هلعب هون رام رايدر، راح اتأنى نلعب من ورا ماشي، بعدين هلعب هون ام كي حلو، بعدين بويزون فاليو هائلة، لعب الدلوج بس للاسف معيش كثير انا. يلا نط نايس، اول نطة حلوة لانه هنا استصيد. في معه فيربول ايدي من كيه صاحب لعبه ولا لا؟ لعب دلوج اي هنا بريدكشن دلوج، في معه كانون هو فيربول نايس.
يلا. اوكي رجعنا اغلب الدمج اللي اخذه علي. هسا الميني بيكا صراحة كثير جميل بالدفاع. ضربة ضربتين ولا بقوة اي ضربة هو ماشي. رام رايدر بعد هون دروشن السبيريت في هاللعبها. هون راح اصيد على الاغلب. لا نايس. اوه الضربة نايس. اوكي نايس اعطاني فاليو بويزون من البيكا لانه الدرج ما بفيده عليها. فاذا بتلعبوا البيكا بالوقت المناسب ما باخذ هوك ولا اي ضربه يو نو. نايس اللعب. هسا هون شو نلعب؟ ام كي قصدي رام رايدر عشان تبطئ لي مين الهوك. طبعا صح اذا لحد الان مش مشتركين في القناه شو بتسووا؟ اعط لايك واشتركوا في القناه. انا بلعب على مستوى 14. ليش انا خايف من قبل؟ يا تقييم التشكيله مال ريبلز 9 من 10. اي لايك. التشكيلة الثانية من ريبلت من HAHJ9. شو بحكي لك؟ لعبها ايزي وما تحتاج شرح. اهجم بالملكي ودافع وحاول شو تعمل معلم. تلعب بالفايك راكر والكيج ككاونتر بوش. هسا هو حاط ثلاث بطاقات ثلاث بطاقات مطورات صح؟ بس هو اصلا شو حاكي؟ انا هذا بيلعب جاين دبل برنس ماشي؟ وما شاء الله يعني البرنس اخذ دمج على البرج اكثر من الار جي اللي ماخذ على البرج تبعه. طيب مع اسهم زاب اسهم ذا لوج اسهم زاب معه. هسا هو هون جبالي دافع عني والزاب تبعه قبل الاسهم. هون في زاب اي زاب في مع اسهم حلو. هسا في او ماي جاد اخذ ضربة مان. مان حرام الضرب ياخذها هاي. لو معي اكسي وما معي اكسي. لو معي اكسي كان قتل ار جي بالنص. كان هذا عمل كثير شغل بس هو راح يطنشه على الاغلب. يا طيب في مع تربل سبل زاب اسهم وفاير بول. اتوقع منيح لإلي لان انا تشكيلته كلها فرط بس لازم انا ايش اخرب له سايكله. يعني هسا شو اللي في بايده؟ في بايده زاب اسهم فاير بول. لا على الجاينت امسك الجاينت. جماعة اسهم ضرب زاب. انا ما راح اخليه يرتاح بلعبه اليوم. يب بي اصل انت دائما حاول غير لعب يو نو. الو ابلع ابلع يا ضيف. نايس. هسا التشكيلة بعطيها انا 4 من 10. بس ليش فزت فيها؟ لانه انا مجنون. انا بعطي لحالي 1000 من 10 كلعب. التشكيلة انا اسف 4 من 10 بس. هاي التشكيلة بتضايق ماشي؟ جولم دبل كلون والباقي علي. طبعا الميرور عشان استخدم الكلون فقط لا غير. حلو؟ دفاعها صراحة تشكيلة سيئة هي. ما اتوقع انه ممكن حد يفوز فيها الا باللي معاه بطة. واتوقع بلعب قدام اكسبو انا بما انه فتح زيك سبليت ارشرز في معاه نايت مطور مع اكسبو. طبعا انا كيف عرفت؟ انا بقرا انا جنان. اوكي لا مش اكسبو. طيب شو راح نعمل هسه هنا؟ راح نطنش لان انا فتحت جولم يعني فحرام ادافع. هسه في عندنا دبل كلون صح؟ راح نلعب هنا. يب اول كلون ينور رمسيا فهيك معلم. هجوم جميل. بعدين عندنا هنا ثاني كلون. هذا هو الدبل كلون. وات ذا مان جي جي 1000 من 10 يلو.
زي ما حكيت معاه بطل. اخر تشكيله واسخم تشكيله من زد اي اي. هاي تشكيله من ثلاث تشكيلات رئيسيه عندي زي الككحات. هو طريقه اللعب تضل الدافع لين الاكسير مضاعف. اوكي طبعا تشكيلته كثير غاليه وتنزل بيكا من ورا ومنجا نايت مع البيكا وفاير كراكر وراهم. وايش كمان معلم؟ هاي صارت حرب هاي. واذا صرف كل شيء بالدفاع نزل هو غير 4 اكسير 14 بيج تصب البرج وبس. اوكي الفكره التالي معلم، العب كل شيء عشان اخوفه. هاي بريدكشن حلو صح. خسرت الحق علي والله. طيب برايكم برجع فيها ولا لا؟ هسه وقف الفيديو انزل تحت اكتب اذا برجح ولا لا. بفرجيكم العجب والاعجاب هسه معنا. لا دقيقه علي. طيب ماشي، بس بما ان برجين الماسكين فمنيح منيح لإلي صح؟ بس التانك طالع من ايده. لا اضرب 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 لا 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 اوكي. بس في معاه ارشر كوين، في معاه جاينت، في معاه اتوقع اسهم جاينت سنوبل. ماشي فوصى في معاه ارشر كوين او جاينت. حلو لعب ارشر كوين راح ينط. هو يعمل خاصيه نط البرج هيك معلم. اتوقع بنكون في معاه اسهم، اسهم جاينت سنوبل. هاي شكلي جدا معروفه اللي هي الجرافيارد مع الجاينت صح؟ شكلي كثير قويه. هسه هو اتوقع راح يلعب جاينت على الجسر مع اسهم صح؟ فانا ماشي ماشي طيب ماشي طيب ماشي ماشي ترينر اوكي طيب ماشي معلم. ترينر قلت لي مين بتدرب؟ طبعا عشان افتح فيها لعب بس يعني. بس في معاه حطه. لا بجراح ايه بجراح. ما تشكيته كثير غالية والله، تشكيته كثير غالية يعني. اسمع والله بدي قصد كثير مشان الله يذم مالك. حلو سكرين مان قديش انا زي ما سكت ارمي. هو صيد هذا حلو. اسمع بعيد وزيد لا تهايط قبل ما تخلص اللعبه. بذبحك والله والله بذبحك. بنتقم منه بنتقم بصير اجهز. وطلع انا العب كلاش رويال هذا بصير فرد جد. هاي من افضل التشكيلات الموجوده باللعبه، اذا حابين جربوها كثير جميله خاصه مع النهج المطور بتنك للجريفيارد بشكل جدا فظيع. تقييم التشكيله 4/10 جدا سيئة. الروكت مش عارف، التشكيلة كثير غالية ماشي كثير غالية. يعني أي واحد بيلعب قدامك بيت سايكل سريع راح تخسر، لأنه أنت أقل بطاقة بدك تلعبها حق 7 إكسير، مع أنه أنت يمكن بحاجة بس لإكسيرين عشان تدافع، بس أنت مضطر تلعب إكسير أعلى من هيك. كامل ريبز. هذا كان فيديو معنا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا فيه. تقدروا تسووا لنا اللايك، إشتركوا بالقناة وسبسكرايب. إذا حابب تشارك بهذه السلسلة راح تلاقي رابط الانستغرام تبعي تحت بالوصف، تابعني عليه وبس أطلب منك على ستوري تعطوني تشكيلاتكم تقدر تشارك معنا. Peace out.